طوفان التكوين وفلك نوح، حقيقة أم خيال؟ مقال لتاس ووكر من موقع creation.com. كيف تمكن الفلك من النجاة من الطوفان؟ أفادت خلاصة دراسة أجراها مهندسون بحريون أن الفلك الموصوف في الكتاب المقدس هو أحد أكثر الأشكال استقراراً للتعامل مع الأمواج العاتية في محيط هائج. كان سيبقى بوضع معتدل في ظل أقسى الظروف، بخلاف السفن الشراعية التي تعود إلى القرون الوسطى، فإن الفلك لم يكن بحاجة للسفر إلى أي مكان، الحاجة هي أن يبقى طافياً. ربما تكون الأطراف ذات الانحناءات البسيطة قد حسنت من تعامل الفلك مع الأمواج العاتية، مما يضعف من احتمال استدارة الفلك ليتخذ وضعاً جانبياً موازياً لخط الأمواج. لكن الكتاب المقدس ليس واضحاً، ويوجد احتمال أن الفلك كان مجرد صندوق بسيط. هذا الأمر الذي من شأنه أن يوفر أقصى قدر من التخزين ويكون قوياً من الناحية الهيكلية. قال النقاد أنه من غير الممكن لسفينة خشبية بهذا الحجم أن تكون قوية بما فيه الكفاية، لكن هذا ليس صحيحاً، إذ أنهم كانوا يفترضون بشكل خاطئ أن الفلك كان مجرد نموذج أضخم من إحدى السفن الشراعية التي تعود إلى القرن 19، حيث أن الخطر الأكبر ينجم من الصاري والأشرعة، حيث أنها تزيد من ذراع العزم لقوة الرياح، مما يتيح عزم دوران كبير قد يتسبب بانقلاب السفينة. كان لديهم نقاط ضعف خطيرة أخرى فيما يتعلق بالكوة أي النافذة، كما أن الإطار الخشبي للهيكل ليس قوياً بما فيه الكفاية. لكن يوجد طرق بديلة معروفة مثل نظام القشرة الواحدة مونوكوك الذي يسمح بأن يتم تأمين القوة الرئيسية اللازمة من خلال الهيكل نفسه، أو باستخدام المفاصل المدمجة أو الألواح الخشبية المتشابكة مثل الخشب المصنوع من طبقات، أي خشب الأبلكاس أو المعاكس. وبالتالي سيكون من الممكن أن يتم بناء هيكل وفق الأبعاد التوراتية ويكون متماسكاً وقادراً على التعامل مع الضغط.